الو حبايبي كرام، كيف ان شاء الله بخير؟ ان شاء الله كي يستمع اليوم جيتكم مقطع جديد حبايبي. مثل ما انتم شايفين اليوم عندنا الام بي 40 جديد وجراز جديد. طبعا جاب السمات المتواجده هنا حبايبي، عندنا الام بي 40 فيه 2 من ضرر، اوكي، واحد معدل اطلاق النار، شيء حلو، ضرر حلو ومعدل اطلاق نار باللوس، وعندنا ولكن سرعه الحركه. طبعا زي ما بسرعه الحركه، الحركه شباب مو كثير مهمه بالاسلحه، يعني مو اغلب اللاعبين يعني حسب. طبعا النصيحه حبايبي انه لما تكون انت عم تلعب فري فاير او للاعبين الجدد اللي عم يلعبوا فري فاير، ركزوا معي كيف لما بتلعبوا باللابت فري فاير، لا تخلوا السلاح دائما بايدكم، امشوا بدون سلاح عشان تكون سرعتكم نار وشرار. سرعه اللاعب يعني مو سرعتكم، سرعه التحرك اللاعب. راح افرجكم شباب هلا بعد شوي. الله يسعدكم شباب، عنا اليوم الحدث اللي اسمه نغمه البطاقات، راح ننغم بطاقاته والحانه حبيبي والله، ونشوف البطاقات كيف راح تكون. بالنسبه للجروزه شباب، عنا الجروزه فيه سرعه محرك ناقص نفس الشيء، اوكي، بس هذا عندنا فيه سرعه اطلاق النار، اوكي، وفيه شيء كثير اسطوري شاب انه يعني ما اعرف ليش نحن كلياتنا ما بننتبه عليه، اللي هو اختراق الدرع. يعني بتدمج بعدين بتخترق درع، ولما يخترق الدرع اللاعب يعني بيصير بتشويه شوي. المهم شباب، رح نشوف مع بعض اليوم، ولهيك يا اساطير قبل ما نبلش باي شيء شباب لا تنسوا باللايكات، وخلينا نبلش على السريع بدون ما نضيع اي وقت معلم، اوكي. طبعا لا تنسى الاشتراك برو، اوكي. الان شباب مثل ما انتم شايفين هذا الحدث عم يقول لك لازم تخلط البطاقه. طبعا نعمل خلطه بطاقات معلم، لانه هالبطاقات يعني اوكي، نشوف حظنا بهذا الحدث. اوكي نعمل خلط بطاقات يا ساتير، اوكي، نشوف الوضع كيف راح يكون بيبي. اوكي هيك البطاقات راح يتخلطوا. خلينا نضرب معلم بكل، يعني لا راح نضرب بوسط الهدف يا جماعه، نضرب بوسط الهدف يا جماعه. هات لي شو صندوق غنامل كوي محفوظ. يا هديك ربي يا مواطن، يا هديك ربي يا مواطن. اوكي بعرف الحظ معلم، اوكي هون عندنا هذول الجوائز متواجده، اوكي، بس نحاول شباب راح نجيب، راح نجيب الام بي 40 والجروزه معلم. اوكي نضرب على الزاويه لنشوف تحت. يا زلمي طبعا يعني وين بدي اروح؟ وين بدي اضرب؟ وين بدنا نعمل؟ شو نسوي؟ ايم برو، اوكي هي نضرب على وين نضرب؟ يا الله والله يا جماعه محتار يا اخي، انا بضرب ضربه شباب بيطلع لي الام بي 40 او هيك، فهمتوا علي؟ نصبر شوي، وين نضرب؟ خلونا نضرب يا جماعه تحت، هون تحت 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 الوسط، يعني فهمتوا علي؟ نضرب تحت الوسط، يلا نضرب هون. يا زلمي ما عم تزبط يا جماعه. طبعا يا جماعه انا بعرف حظي، يعني صراحه انا بعرف حظي بالبطاقه، راح ابقى اضرب للاخير. بس هناك شاب جتني فكره اللي هي ممكن يمشي الحال، وراح نجرب. بطلوا بالكم شوي، ما هون شاب راح نعمل شيء، اوكي، وانا كنت عم بضرب عم فكرت في الشغله. يعني مثال ضربنا على الدائره هاي، قبسنا عليها، اوكي، راح نقول شباب انه نحن بدنا نضرب، يعني تقول نضرب انه نحن نضرب على الزاويه على اللي فوق، اوكي، ضربنا على هاي، نغير راينا على السريع ونجي مثلا نجي لهون، فهمت علي شو؟ نعمل حركاتك لنشوف هل هي ضرب بتزبط معنا ولا لا يا جماعه، يعني واحد يعني شباب كل شيء بده يجرب عليه بحرق الاحداث، كل شيء لازم اجربه برو، اوكي، نجي واقف من هون معلم، نضرب هالمره نكمل هيك، نضرب الزاويه فوق، يلا. صندوق بيس تون معلم، اسمه ده بيس تون سبيس تون، وات ذا هيل مان. اوكي ما في مشكله، انا كمل اول وجديد معلم. اوكي بقى عندنا شباب كم البطاقه بقت عندنا هاي اللي هي الفوق على زاويه اليمين، ثلاثه على فوق على الزوايا واثنين على اليسار. حلو يا بسم الله. اوكي المره نضرب فوق مثلا، وانا تعاد وين بدنا نضرب يا جماعه؟ وين راح نضرب يا اخوان؟ عزاوي على اليمين فوق مثلا، نعمل هي طولبه. عشان دي فكره نعمل ريفرش للحدث، تمام، نشوف اللي طلب تزبط على الحركه ولا لا. اسمه نعمل هيك ول 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 ول. نايس. سبب جبنا اول شيء الجروزه يا معلم، جبنا الجروزه يا ستير. الوضع باللوس، اوكي خلي الوضع ريلاكس شباب، نجرب الحركه مره ثانيه. نعمل هيك طال حدث مره ثانيه، نعمل هيك نكنسل، نعمل هيك. يا الله ممكن يطلع لي بي 40 ولا شيء يلعب هيك، نلعب شو زبطت معنا شو ضربنا، مش نضرب فوق ولا شو. لا ما لم تزبط معنا يا اساطير. اوكي طولوا بالكم، خلونا نجرب على اليسار تحت. نو
على اليمين. خلاص خلاص شباب، خلاص خلاص خلاص، راحت معلم راحت معلم. جبنا ابو ال 40 مان باللوز 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 باللوز. حلو حلو جبنا معلم. اوكي الان شباب راح نطلع من هنا من هذا الوضع. اوكي تعمل كل شيء، والان بدنا نتوجه يا جماعه على المكان الاسلحه، متجر الاسلحه. نشوف شلون نطلع الاشياء الموجوده يا معلم، اسلحه الرشاش نجاح الام بي 40. طبعا شباب تعرفوا بالام بي 40 هذا اللي حصلنا عليه الان، عندنا كنت حاطط الكوبرا اللي هو تاع المطور، والان شهد بطور فيه 2 ضرر، معدل اطلاق نار قليل. بس ولكن يا جماعه السلعه تاع التحميل هو يعني التحميل. اوكي وهذا الجديد، اوه لا طولي بالك يا سلام. الله 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 الله، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي يا معلم. لا صراحه حلو صراحه معلم، الايفكت اسطوريه كتير يا جماعه. حلو عن 2 ضرر وواحد معدل اطلاق النار ناقص. طب بالنسبه للام بي 40 الثانيه شباب، يعني نعمل مقارنه معهم تمام. هلا هذا مثله يعني تقريبا، فهمتوا علي شو، بس لكن الدقه على هذا يجي افضل، هذا بسرعه فهمتوا علي شو. والله يا جماعه الصراحه بلاش هذا مدى قليل، بس هذا في اوه لا لا شباب هذا يعني شوف عم نعمل مقارنه بنقص لك المدى، بس طولوا بالكم. هذا معناه على حسب الضرر شباب، حسب الضرر وعدل اطلاق النار هذا معناه بيخف. اوه والله يا شباب هذا انا اللي شايفه انا، مقارنه بالسمات ممكن يكون هذا افضل ام بي 40 شباب راح تشوفوه باللعبه. هيك شايف هيك ملاحظه يا جماعه. اوكي anyway خلينا نكمل بنكمل نجي لهون نشوف الجروس معلم. انا حاطط الجروس معدل اطلاق النار واثنين مدى، بنجرب من ندخل شباب نشوف وضعه هذا كمان باللوز ما في مشكله. اوكي خلينا نطلع التدريب شباب نشوف وضعه كيف راح يكون. ليتس جو. اوه والله طالع تمام التمام، طالع اشي باللوز. يلا ندخل ونشوف يا جماعه. انا الصراحه انا حاسس هذا الام بي 40 شباب عن جد عن جد يعني، لانه هذاك نشوف المعلم شلون يهدد. اوكي ناتو 25 بضرب 25 هيك على الرواق تمام. نجي لهون نجيب الجروزا معلم، نجرب الجروزا والبي 40 بنفس الوقت. نجي لهون هذول مطورين ماكس. اوكي يلا ندخل على الساحه نشوف الوضع كيف راح يكون. ليتس جو. كم بربر هذا معلم؟ طور معنا معلم كم؟ 42 طلقة. اوكي نحاول نبربر. لا يا جدك. اوكي خلينا نشوف المدى تبع هذا معلم بما انه جروزا. ويلي هذا نشوف الجميل هذا معلم وين رايح، هذا هو هون. اوكي اوه هيت شوت على السريع. وال 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 بدلوز بلوز بلوز، الوضع بلوز يا جماعه الوضع بلوز. جبنا بهي جبنا احلى بلوم. اوكي راح ابلع شي هيت شوت على الطاير ولا شلون؟ اي صاحب المعلم. وال على الهيت. ويلي على الهيت. جروزا معلم شو وضع جروزا؟ وال جبت هيت شوت طبيعي. حلو خلينا نشوف الجروزا معلم نشوف الوضع شلون. اولي والله بلوز. معقول معلم؟ حلو والله هيد شوتات حلوه يا معلم، هيد شوتات حلوه كثير يا جماعه. شو نشوف هذا اللي هون؟ ام بي 40؟ لا او ماي جاد مان لقد تم غدري بنجاح. لا 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 ابوس حقك. لا لا برو لا لا هدي 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 بدون بربر يا جماعه معلم فايخين ورايقين معلم. اوكي ويلي ويلي ول 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 شوف شوف البربر بوم بوم بوم. والله اسطوره يا زلمه يسعد دينك. هي خذ لحل لايك. اوكي حبيبي كلام الصراحه شباب هو البيك بورتي الصراحه يعني مثل ما انتم شايفين يعني قرروا حلو. اوكي وحتى الجروز يعني من الاسلحه يعني سلاحين ما يشبهون شيء الصراحه، ولا مش لعب دمج هذا 30 ايام والله الصراحه يعني شباب سلاحين مرتبين ومرتبين على الاخير. عجبوني الصراحه، راح نشوفهم اكثر واكثر شباب على البث مباشر لما نلعب نجربهم بالرانكد ان شاء الله بعد شوي حبايبي على العصريات. راح نفتح بث مباشر على الفيسبوك شباب، الرابط تحت بالوصف يا اساطير. اللي ما بيشاهدنا ما بيشاهدنا معلم تعال شرفنا اللوز، نضيفك قهوه نضيفك شاي اللي بدك اياه. سو ليديز اند جنتلمان هيك بيكون تام مقطعنا اليوم، ان شاء الله استمتعتوا بمقطعنا وان شاء الله استفدتوا بهذا المقطع. نشوفكم على خير يومكم سعيد والسلام عليكم.